عدد كبير من النجوم والمشاهير اعترفوا بأنهم يعانون من بعض أنواع الفوبيا. كثير منهم صدموا الجمهور بسبب خوفهم من أشياء تبدو عادية. رغم شجاعته وأدائه أدوار الأكشن، لكن أحمد السقا يعاني من فوبيا الحشرات ولا يستطيع رؤيتها أبداً. حسن الرداد لديه فوبيا من الكلاب والقطط ولا يحب التعامل معها، عكس زوجته إيمي سمير غانم. بعد الزواج اضطرت إيمي لترك الكلاب في منزل والدها. سمية الخشاب شهدت في طفولتها مراسم الأضحية، أصبحت تخاف من رؤية الدم ولا تستطيع مشاهدة هذه الأمور. نسرين طافش تخاف من المرتفعات وتسوء حالتها بشكل كبير، أصبحت لا تستطيع السفر لمسافات طويلة وتعاني من الفوبيا. محمد منير أكد أن لديه فوبيا من الحصان، وطوال حياته لم يتمكن من الاستمتاع برياضة ركوب الخيل بسبب خوفه الشديد منه. تعاني أسيل عمران من فوبيا خاصة تجاه الحقن الطبية مثل أغلب السيدات، وعند إجرائها الفحوصات الطبية تواجه التوتر والضيق حتى ينتهي الأمر. حشرة البرغش تسبب لنانسي عجرم حالة من الضيق تصل للفوبيا. تستخدم أحدث التقنيات والأدوات للتخلص منها في كل مكان تذهب إليه. محمد هنيدي يعاني من فوبيا المرتفعات، وواجه مشكلة كبيرة عند تصوير مشهد القفز من المنزل في مسلسل أرض النفاق. المطربة العالمية ريهانة تعاني من فوبيا غريبة، تخاف من المخلوقات البحرية بشكل عام، ويتملكها شعور الفزع عند رؤية الأسماك الصغيرة حول رجلها في البحر.